تعالوا نتكلم عن درس الجروس اند ديكاي. جروس يعني ينمو، معناها بالعربي ينمو معناها بيزيد يعني. ديكاي يعني بالعربي ده يضمحل، انا مش عارف يعني ايه عامه، دي بيقل. يضمحل يعني يتضاءل، جروس يعني ينمو يزيد. طيب الدرس ده عبارة عن ايه؟ هو بيجيب لك البي دي هي البداية، الانيشيال، حاجة معينة ولتكن فلوس، يديك بدايتها اللي هي البي، ويقول لك انها بتزيد فتبقى بلس، او بتقل فتبقى ماينس، بريشيو معينة، بنسبة معينة، فتبقى الار دي هي الريشيو. يبقى الار دي هي الريشيو مع مراعاة حاجة مهمة جدا، ان انا لو جيت قلت لك مثلا 12% سواء بتزيد او بتقل، 12% دي معناها ان الار مش ب 12، لا 12 over 100، والحتة دي مهمة جدا. تاني البي هي البداية، انا معايا فلوس او معايا عدد معين من شيء معين، الشيء ده بيزيد فيبقى قانون بلس، او بيقل فيبقى قانون ماينس. والار دي هي الريشيو، النسبة اللي بيزيد او بيقل بيها، بس ما بكتبش النسبة 12. لو هو مثلا قال لك 8% ما تكتبش 8، تكتب 8 over 100، يعني الار بتتقسم على 100 دايما. طيب وطبعا التي دي اللي هي في الباور هي التايم، الوقت. طبعا انت عايز بقى تعرف فلوسي بقت كام بعد 7 سنين، يبقى التي دي 7. طيب ده النوع الاول او الفئة الاولى من الدرس. الفئة التانية ارباح البنك. بص بقى على الناحية التانية من الصفحة، هنا بيقول لك البي دي برضو هي البداية، الفلوس اللي انا حطيتها في الاول خالص في البنك، والار دي هي الريشيو برضو مفيش مشكلة. طيب ايه بقى الان دي؟ يعني انا ملاحظ حاجة، هو نفس القانون بس في تحت في الدينومينيتور على الار ان. الان دي يا جماعة هي عدد تقسيمات السنة. تعالى بقى نفهم الحتة دي، يعني ايه عدد تقسيمات السنة؟ يعني أنا مثلا دلوقتي رحت حطيت فلوسي في بنك، قال لي نسبة أرباحك، نسبة أرباح البنك ده 10%، خلاص كده عرفنا إن الـ R دي 10% يعني 10 over 100 يعني 0.1. خلاص الفكرة بقى في الـ N إيه؟ قول لي بقى انا هاخد الارباح دي كل قد ايه؟ يعني هل هي 10% كل سنة؟ ولا كل 6 شهور؟ ولا كل 4 شهور؟ عشان كده لو تسمع في البنك يقولك ان الفايدة ربع سنوية او نصف سنوية. هي نقدر نقول ان هي اصلا نفس القانون الاول، بس لان كانت هناك بوان، لان الطبيعي في الحاجات العادية غير البنوك انك بتزيد كل سنة، انما هنا في البنك ساعات بيقولك ان في فايدة 6% 7% ربع سنوي. ربع سنوي يبقى الان هنا بكام؟ بص بقى الحته دي، هي عدد تقسيمات السنه، ربع، يبقى انت هتقسم السنه كام جزء؟ 4 اجزاء. طب لو قلت لك نصف سنوي يبقى انت هتقسم السنه نصين. طب لو انا قلت لك ان هي فايده شهريه يعني كل شهر، يبقى انت كده هتقسم السنه قد ايه؟ السنه فيها 12 شهر وانا هقسمها على 12، يبقى انا كده الان بكام؟ 12. على سبيل المثال بص تحت كده، سنوي يبقى الان بكام؟ سنوي، انت كده قسمت السنة؟ لا، هي الفايدة كل سنة، يبقى الان عادي بون. طب لو جيت قلت لك ربع سنوي، من كلمة ربع اصلا انت فاهم ان احنا قسمناها 4 اجزاء، فيبقى الان بكام؟ 4، اللي هي عدد تقسيمات السنة. مانثلي، شهريا، يبقى الان بكام؟ لما هاخد الفايدة كل شهر يبقى انا قسمت السنة على 12 شهر يعني الان 12. على سبيل المثال قال لك all 6 months، كل 6 شهور، كل 6 شهور يبقى انت قسمت السنة جزئين، 6 شهور في الاول و6 شهور في التاني، يبقى الان 2. مهمة الحتة دي، طبعا مش محتاج اقول لك. لو قال لك كل 4 شهور، 4 شهور يبقى انت قسمت السنة، السنة فيها 12 شهر، 12 على 4، يبقى انت قسمتها 3 اجزاء.
تعالى بقى نشوف مثال الأول على المسألة الأولى أو على النوع الأول. بيقول لي راجل اشترى عربية، أنا مش مهتم هو اشترى إيه، أنا عايز أقفش الحاجات بتاعتي أهي. اشترى عربية ب120,000 جنيه، اقفش، يبقى البي اللي هي البداية 120,000 جنيه. طيب بيقول لك ان الفلوس بتقل، لا دي مهمه، يبقى كده القانون اللي هو انهي الماينس بتقل. انا بعلم على الكلام المهم، انا مش مهتم راجل اشترى عربيه اشترى زفت، انا مش فارقه معايا، انا مهتم البدايه كام والار كام وبتزيد ولا بتقل وشكرا. طيب قال لك اتريت 12 برير، طب ما هو طبيعي برير ماشي، يبقى الار بكام؟ اوعى حد يكتب 12، لا هي 12 من 100، يعني نقدر نقول هي 0.12. طيب كل الباقي ده ملوش لازمة، عايز حاجتين، أول حاجة عايز الـ exponential function after t years، يعني عايز القانون نفسه مش مشكلة. الأول القانون الأساسي قبل ما أجيب المطلوب الأول أو التاني، f of t equal p bracket 1 هي plus لو بيزيد ماينس لو بيقل، هو هنا قال لك decreases يعني بيقل، يبقى ماينس r باور t. هو عايز after t second، يعني عادي عوض على الحاجات اللي معاك وسيب التايم t، ده المطلوب الاولاني. ايه اهو f of t 120,000 bracket 1 minus ال r ب 0.12، عوضت عن كل حاجة وسبت t زي ما هي، بس ده المطلوب الاولاني. عادي جدا عشان اجيب المطلوب التاني بيقول لك هات لي to the nearest pound لاقرب رقم سعر او الفلوس اللي معاك بعد 6 سنين. طيب يعني انت بتقول لي ان التيب كام بالاخر؟ 6، يبقى الاف اوف 6 هو نفس الكلام، هو ده هاخده احطه تحت بس مكان التي هحط 6، يعني 120,000 1 minus 0.12 والتيب 6. هحسب دي على الكالكوليتر هتطلع تقريبا، طبعا لازم اخد رقم انتجر يعني 55728 باونز، مسألة عادية جدا. طيب تعال نشوف مثال على النوع التاني بتاع البنوك. بيقول لك في راجل حط، مش مهم حط بقى كام، المهم كام؟ 5,000 جنيه، يبقى دي الايه؟ البي، شكرا. في بنك كده، انا في طالما في بنك يبقى انا محتاج اعرف البي والار والان، انا عارف ان كده كده هي بلس، مفيش بنك في الدنيا هيخليني احط فيه فلوسي وينقصه، هو اكيد هيزود لي الارباح. طيب قال لك 8، يا بص بقى اقفش الحاجات بتاعتك، البي 5000، الار اوعى حد يكتب 8، هي 8 ديفايدد 100. محتاج اعرف الان، قال لك بعد 10 سنين يبقى التي كده بكام؟ 10. And these cases. اداني بقى كام حالة؟ 3، يبقى لازم نحلهم كأنهم 3 مسائل، مرة بشكل سنوي، مرة بشكل ربع سنوي، مرة بشكل شهري. طيب تعالى نكتب الأول القانون الأساسي F of T P 1 plus R over N power T. تعالى بقى نحل. أول مرة خالص سنوي، سنوي يبقى الان، الان هي عدد تقسيمات السنه، انا اصلا ما قسمتهاش، انا بقول لك هديك الفايده كل سنه، يبقى الان ب1 وعوض عادي جدا، يبقى الاف اوف، انت عايز بعد كام سنه؟ 10 سنين، يبقى الاف اوف 10 ايكوال البي، شيلها وحط البدايه 5000، ال1 1 عمليه، الار بكام احنا قلنا؟ 8 ديفايدد 100. طيب والان بكام؟ 1 باور. هحسب دي على الكالكوليتر هتطلع 1,074.6. تعال نشوف المطلوب التاني، نفس الكلام بعد 10 سنين بس بيقولك ايه بقى؟ بشكل ربع سنوي، ربع سنوي يبقى ال N ب 4. طبيعي انت ربع سنة يبقى انت قسمتها 4 اجزاء،
هي عدد تقسيمات السنة. طيب نفس الكلام هجيب ال F of 10 5000 1 plus 0.08 بس ال N بقى المرة دي بكام؟ 4 power 10 1 1 0 4 0 0 2. اخر مطلوب نفس المطلوب بعد 10 سنين ونفس المسألة بس بيقولك ايه بقى؟ شهري. شهري يعني انا قسمت السنة على 12 شهر يعني 12 جزء يبقى ال N المرة دي 12. هجيب طبعا نفس الكلام يطلع 110 98 point